في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى 50 لتأسيس جبهة بوليساريو، قام وفد شبني مكون من طلاب عدد من الجامعات في ألمانيا وفرنسا بزيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين. شارك أعضاء الوفد في ورشات عمل في المركز البيداغوجي التربوي بولاية العيون بمخيمات اللاجئين. أدارت الناشطة الصحراوية خديجة بوداتي لقاء مع الطالبة والناشطة الألمانية إيمان دافا، تم التركيز خلاله على إعجاب الوفد بالشعب الصحراوي وقدرته على الصمود لنصف قرن رغم التحديات الطبيعية والتدخلات التي تعرض لها تطلعه لبناء دولته وتحقيق سيادتها. تمكن الوفد من الاطلاع على سير المؤسسات في المخيمات والاستماع إلى مداخلات من المسؤولين والنشطاء والمواطنين، حيث تم كشف مسيرة الشعب الصحراوي في مقاومته وبناء مؤسساته. وفي ختام الورشة أدلى والي ولاية العيون بمخيمات اللاجئين الغوث ماموني تصريحا خاصا لكيب ميديا، أكد من خلاله أن الوفد تمكن من مشاهدة سير المؤسسات وتكريب الدعاية والتضليل الإعلامي المغربي، مشيرا إلى أن الوفد تمكن من توضيح الحقيقة حول الأوضاع سواء في المخيمات أو في الأراضي المحتلة، حيث تتعمد سلطات الاحتلال على منع وطرد وترحيل المراقبين والصحفيين والنشطاء قبل أو فور وصولهم الصحراء الغربية المحتلة. كل هذا اللقاء كان مع شيء بالشباب لألمانيا الاتحادية طبعا، وبعض الشباب اللي كان لدي دارس كذلك في فرنسا. كان هذا الشاب كان عندنا في ولاية العيون وأيام هون دار زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين، يطلع على سير المؤسسات كيف تسير المجتمع الصحراوي، كيف يصمد الشعب الصحراوي ومخيمات عزة وكرامة، ويطلع كذلك على مسيرة كفاح الشعب الصحراوي عامة من الانطلاع الكفاح المسلح والسلمي. هذا الوضع ويستمعوا له ويشوفوه عن كثب، يعني لأن الحق بين الحق والكذب مطرح أربع أصبع، هم سمعوا بذنهم بعض الدعايات المغربية وبعض الأخبار للصحف العالمية وكذا، ولكن أرادوا أن يشوفوا هذا بعينهم بشكل مباشر. شافوا بعينهم، كانوا يعني سيكونوا إن شاء الله سفراء القضية الصحراوية في بلدهم وفي جامعاتهم حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي عموما. تحدث الوفد أيضا عن اكتشافه الدور الفعال الذي تلعبه المرأة في المجتمع الصحراوي ومساهمتها الكبيرة في بناء المؤسسات وتطوير السياسات. وقد لاحظ أن المرأة تتبوأ المسؤولية في صناعة القرار في جبهة بوليساريو والدولة الصحراوية، وقد أعرب الأعضاء عن إعجابهم بقوة وقدرة المرأة الصحراوية على الصمود والمساهمة الفعالة في تحقيق هدف الاستقلال وتحقيق العدالة. من جانبها تحدثت الناشطة الصحراوية فاتوى عزة عن معاناة المعتقلين السياسيين في السجون المغربية، مشيرة إلى أنهم يتعرضون لمختلف أشكال الانتقام بدءا من التعذيب بالضرب والعزلة الانفرادية لسنوات وحرمانهم من أبسط الحقوق بما في ذلك الطعام والكتب وغيرها، وأشارت إلى أنه يجب التوقف عن تلك الانتهاكات ومعاملة المعتقلين بإنسانية واحترام حقوقهم. تهدف زيارة الوفد الشبابي لمخيمات اللاجئين الصحراويين بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 50 لتأسيس جبهة بوليساريو إلى إلقاء الضوء على الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الصحراوي والتضامن مع قضيته. تعكس هذه الزيارة إرادة الشباب العالمي في دعم حق الشعب الصحراوي في الاستقلال وتحقيق العدالة. إن دور المرأة له أهمية كبيرة في تعزيز المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة، تشير هذه الزيارة الشبابية إلى التزام الشباب العالمي في دور المرأة والعمل على تعزيز مشاركتها الفاعلة في صنع القرار والبناء الوطني، يقول ممثل جبهة بوليساريو في لايبزيغ محمد بوداتي والذي يرافق الوفد. تعد زيارة هذا الوفد الشبابي إلى مخيمة اللاجئين الصحراويين فرصة مهمة للتعرف على الأوضاع الحالية والتحديات التي يواجهها الشعب الصحراوي، وتعكس إرادة الشباب العالمي في دعم قضية الاستقلال والعدالة للشعب الصحراوي.